كذلك بأكبر عدد من اللاعبين، وبذلك يرين من جديد على نفس النهج التكتيكي الذي ألفناه من جانب المدرب جبير السلامي بقيادته لفريق الفتح الرياضي. ماذا بإمكان أن يقدم اليوم في هذه المباراة أمام فريق الفتح المباراة؟ نتابع أشياء جميلة في هذه القمة الجميلة هنا بالعاصمة الجميلة، عاصمة المملكة المغربية. تلعب الكرة من الأشياء اليوم هنا، تغطية من طرف الدفاع. آخر تجارب وآخر كترقات فريق المغرب الفاسي اعتبر واحدا من المكاسب المهمة بالنسبة لفريق الفتح الرياضي. ورأينا عليه بشكل كبير على مستوى كاس العرش كما هو الشأن بالنسبة لمحمد باعيو. طيرو بورغاس تعود بينية مرفوعة أمامية، تغطية من جانب محمد مفيد، يختار الأسلوب المباشر. فريق الجيش الملكي والفريقين هذا الموسم كلقاء البطولة كما قلت خسر الإفار بقلب الملعب بلدي من قرية بهدف دون مقابل. أول خسارة كانت للجيش الملكي في هذا الموسم. لكي أتل دير العاصمة بين الفريقين، كرة من عمر رقم الترسية وحمسة إيجمير فتغطي هذا من جانب رأس الفريق اللي فات عريض. الانطلاق من يوسف بن عمري، يوسف حمسة إيجمان، إيجمان يوسف بن عمري، يرجع لأيوب القاسمي، يتقدم فريق الفتح الرياضي للبحث عن البينية. تصل هناك الاستلام التوغل من طرف مروان العاص. مروان العاص واجد لعب الارتكاز من اللاعب العربي الناشي، انطلاقة عسكرية. يبحثون من اجل ايصال الكرة للاعب العز، العز بالتحضير يظهر يوسف العمري، عرضية فرصة عاصمية خطيرة تكتسي طبعا خطورة. اثر ذلك الفيوس من زيارة شباك الجيش الملكي، وقبل كانت الكرة الثالثة التي ابعدها حمزة إيجمان. يوسف العمري، ايرفي نادي، ايوب القاسمي، من طرف يوسف العمري يختار العرضية برأسية من فتيجة ملكة فتيجة زين الدين دراك. ضاعت الكرة على زين الدين دراك، تتحول تماس لفائدة يخرج الحارس محمد باعيو وسردات فريق الفتح الرياضي. يستلم من يستلم؟ مروان العاص من بلعمري لأيوب القاسمي، قاسمي يضغط على نقلات قصيرة موفقة تظهر المساحة في الطرف الأيسر. من جديد يوسف بلعمري يختار العرضية، وهذه المرة التغطية تأتي عبر محمد مفيد. تمس لفريق الفتح الرياضي، بلعمري عرضية بعيدا تغادر ركلة مرمى لفريق الجيش الملكي. نصل بتمويه جميل وبتسديدة جميلة يسكنها في مرمى الحارس محمد باعيو. انطلاقة من رضا سليم، قد تظهر الحلول عبر رضا سليم من خلال مناوراته، لكن يدخل دفاع فريق الفتح الرياضي. مروان العاص، العاص أمام العربي نش. إذن تغادر للتمس وسيلعب من متابعة مسير الدين الدراك بالراس لفائدة رضا سليم. خطوات لكن لفقات لإيرفي نادي، طويل من أيوب القاسمي، حمزة النوري يستلم، مروان العاص، يوسف بن عمري، إيرفي نادي، سليم ودوران، تحضير بالكابل. كيف سيدبر هذه المرحلة فريق الفتح الرياضي بتعليمات من طرف المدرب جبير السلامي؟ طويلة للكرة أمامية، أنو ترخات لكاريب اللي غيكون يوم 24 من مايو بالإمارات. بذلك الجيش سيكون مطالب بتحقيق نتيجة من خلالها يضمن البقاء ويخطف. رضا سليم، رضا لزين الدين الدراك، سليم ودوران من محمد مفيد لإيمانويل أو لديني موتير ورغاس. تحس كأنه الفتح الرياضي يدبر المباراة بنوع من الذكاء، يضغط بذكاء، ينتظر الفرصة المناسبة. كشيوت كار ينطلق لنا، حمشان لناح، تقدم لناح فرصة لفريق الفتح الرياضي، عرضية في الخطورة الثانية، ثانية ثانية وداع الثاني لفريق الفتح الرياضي من خلال كرة مروان العاص، سددها مروان العاص. باعيو لمفيد، مفيد يلعب بالنار، الجيش الملكي يلعب بالنار. لاحظوا هذا الضغط وهذا الارتباك، اندلق انما دول قلت بان طويله من ايوب قاسمي،
كنترول من طرف العربي الناشي للدراجة، من الناشي للدراجة، يدار محمد مفيد، مفيد العرضية عبر القيمة الثانية، ارتقاء فيد رضا سليم، زين الدين الدراجة، رضا زين الدين لرضا، وتدخل من ارفيد، تمشي لفيد الثمان عبر مروان العز، تحول السريع قد يظهر لفريق الفتح الرياضي، هي السريع من يوسف العمري، يغطي دراج وتغادر على طير ذلك الكرة الخط الجديد، تقدم من مروان، مروان لفائدة يوسف العامري، إيرفين أدي بناء هجومي لفريق الفتح الرياضي، يوسف العامري، إيرفين أدي سيلان نوري، تمرير خاطئ من إيرفي تعود تالي على سرشيش الملكي، تقدم من محمد مفيد، زين الدين لفائدة عبد الفتاح حدراف، حدراف مشى حدراف، ضغط على حامل الكرة والافتكاك كان من المدي قرناص، يتفوق على رضا سليم، قرناص كرة بينية، تصدر واضح على مستوى التمرير، يريد الرشيش الملكي، زين الدين دراكة، ضغط على من ضغط من جانب العز، محاولة الافتكاك، إخراج الكرة من طرف أنور تركات، من الوسط هذا المرة يقود الأجمع العربي الناشي لمحمد مفيد، ينطلق مفيد، إيصال الكرة هناك عبر عبد الفتاح حدراف، بناء هجومي، تقدم من مطير ورقاس، محمد مفيد، مفيد لفائدة من عمر من عمر عبد الفتاح حدراف، تمريرات القصيرة، تقدم قرنوس مرمى للعس، العس عبر وسط الميدان، الانطلاقة من جديد من جانب مرمى أيوب نناح، تظهر المساحة نناح، نناح تقدم نناح، فرصة الثانية العرضية عبر القيمة الثانية، هناك فتيجة من فتيجة، يعود من جديد لفريق الفتح الرياضي، يوسف بن عمري، نادي إيرفي، كرة بينية لأسامة العس، سلام الدوران التدار والدعم من جانب بقية الأسماء، يدار من الطرف الأيسر يوسف بن عمري لمروان العز، تمريرات يحاول من خلالها أن يمتص الضغط اللي يمارس الجيش الملكي في دقائق الجولة الأولى، حدراف من وسط الميدان ملعوبة لعرس الفتح الرياضي لأسامة العز، يختار التمرير من رجال من الاستلام من طرف نناح، يمشي نناح، يتقدم نناح عبر من هنا التقدم لكن وجدت حارس متالق اسمه محمد بعير، تألق في التدخل الأخير، تمشي طويلة، تغطية بالطرف الأول، ترخات، ترخات لإيفاع من جديد، موتيرو ورقاس، عبر الأشياء اليسرى، هنا العرضية، هنا التغطية، سيشرك ورقة أحمد حمودان المدرب في الردودا كروس، من دفاع عبر مانويل منش، ورقة هجومية مهمة في الشوط الطرف التدار، ورقة المدرب جمال السلام عبر الطرف الأيسر لفادة الفتح الرياضي، لفادة دفاع من وسط الملك، يعني التعلق في اللقاءة الأولى رفقة الفار، الضغط اللي كان على هذا اللاعب بحكم أنه كان صح حديث كبير حول مشير وسائل الإعلام وتصير متتبعين، دفاع فرق الجيش الملكي بعد تغييرين دخول أحمد حمودان وتوسيف كيدي كنادو، تمشي طويلة الرمية وتغطية من طرف دفاع فريق الفتح الرياضي، كنادو العرضية، فرصة عبر القيمة الثانية بعد تنفيذ الركنية، تمر بسلام على مرمى فريق الفتح الرياضي، قلت بعد بعد عملية يعني التدخل الموفق من أيمن الشناعة، تفوق واضح من طرف فريق الجيش الملكي مقارنة مع دقيقة الجولة الأولى، رضا سليم التحضير خدوات بينه وبين محمد مفيد، لم تصل كرة سليم لمفيد، مشي أمامي دار مونتيرو بورغاس، داوني محمد أو عبر الشاوني، بديل في الجولة الثانية، عرفوا قيمة الجيش الملكي، تمرير خاتم بورغاس، يستلم النوري، مشى النوري تمرر أمامية وإبعاد الكرة من محمد مفيد، يدار رضا سليم، رضا تقدم عز لفريق الفتح الرياضي، مشات المراوغة الأولى والثانية من طرف العز، يمنح على إثر ذلك الحكم مخالفة لفائدة فريق الفتح الرياضي.